في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 14 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمخيم الشابورة وسط رفح. نعم، بدورها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة، مناشدة المؤسسات المعنية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم وتجنب كارثة إنسانية. دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها 250 على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث استشهد 40 فلسطينيا وأصيب 120 آخرون خلال الساعات الماضية. كما وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواصل القصف وشدته. إحنا عندنا في الخيام عندنا الدنيا شوب شوب، يعني بتطيقش حالك تقعد في الخيمة. بعدين الدبان لو بدك تيجي تنام الظهريات يعني بتعرفش تنام، وفي الليل بعوضة. بعدين بالنسبة للمية بروح من بعيد بعيد، بروح بجيبوها الأولاد الصغار، والله غير يصير معاهم غضاريف صغار. كذلك كل خيمة ساترة نفسها في خيام زي ما انت شايف، وعاملين حمامات في داخل الخيم. شعب مبهدل، شعب مظلوم. وبينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لقطاع غزة، منتهكا كافة مواثيق حقوق الإنسان، أعلن رئيس لجنة الطوارئ في رفح أنه في ظل الحصار والإغلاق المتواصل من قبل قوات الاحتلال ومنعه عدم دخول أي أدوية إلى القطاع منذ إغلاق معبر رفح البري، فإنه لا يوجد حاليا أي بدائل في حال توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات، محذرا من خطورة الوضع وارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الكهرباء في المستشفيات. هو حكوا انه في عنده شلل نصفي، شلل صار عنده شلل بسبب في عنده كسر في العمود الفقري. نتمنى يعني احنا انه يفتح المعبر ويطلع يتعالج بالخارج ونشوف اللي بتكون امه معاه، حتى لانه امه كان بدها عنايه وبدها علاج، لانه عملوا لها تجميل وهي متحسسه كثير، خايف قاعد بتطيح تحكي لنا اولادي بخافوا مني اولادي بخافوا مني. ووسط ارتفاع درجات الحرارة يعاني مئات الآلاف من النازحين من تردي الأوضاع الصحية والإنسانية في ظل قلة المياه، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بين النازحين بعد تزايد الحالات المصابة بمرض الجدري، خاصة في جنوب القطاع الذي يعج بالخيام ومراكز الإيواء. 2 مليون إنسان أضحت حياتهم عبارة عن طوابير للحصول على أدنى القليل من الماء أو الزادة، فجل المساعدات التي تدخل القطاع لا تلقى أدنى الاحتياجات المطلوبة لتستمر المعاناة الإنسانية. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين.